ليش عم ينحكى انه حزب الله وحركه امل متمسكين برئيس الحكومه سعد الحريري؟ ليه هالتمسك؟ يعني التمسك انه يكون في حكومه تمثل جميع الاطراف، يعني بظل الازمه الموجوده اليوم واللي طبعا غير مسبوقه. نعم. لابد من ان يكون هناك نوع من تفاهم وطني حول المواضيع. طبعا هذا ما بيعني انه الحكومه سوف تضم الجميع، يعني بما فيهم طبعا ما انه عم نحكي عن حكومه تكنو سياسيه، وبالتالي في تقنيين ايضا وسياسيين من اطراف اخرى وخاصه يتمثل الحراك فيها، لكن الوضع اليوم يستدعي ان يكون هناك نوع من تفاهم وطني من اجل انقاذ الوضع السياسي والوضع الاقتصادي طبعا متدهور جدا. بس اذا الحريري نفسه ما بده انه يخوض هذه التجربه هالمره، يعني بده يكون مش قاطعين الامل، وبالتالي يعني التواصل بعده موجود، وبالتالي لعل انه في اقناع. طبعا يعني اليوم يمكن في بيكون الشروط وشروط مضاده، لكن بقدر انا ممكن يعني الالتقاء حول نقاط معينه وقواسم مشتركه. طبعا هذا كله يعني وضعيه افتراضيه على امل انه يكون في شيء جامع انه يجمع كل الفرق. اللي عم ينحكى انه هو، هل هي محاوله لتحميل الحريري مسؤوليه بحال حصول اي انهيار اقتصادي او مالي؟ لا، مش بالضرورة. يعني انه الهدف الاساس بهالموضوع هو ان يكون هناك نظرا للظروف القائمة والغير مسبوقة انه يكون في نوع من يعني جهد شامل او جامع للفرقاء، لا دون ان يكون هناك، يعني لا مش هي المطلوب ابدا تحميل مسؤوليات بقدر ما هو مطلوب انقاذ، يعني او محاولة انقاذ الوضع بشكل او باخر. نعم. طب وشو بتلاقوا الحريري عنده غيره ما عنده من الأسماء المطروحة اليوم؟ يعني أول شيء الحريري عنده كتلة نيابية كبيرة، يعني تمثل طائفة معينة طبعا بأكثر، وطبعا عنده يعني وضعيته بالشارع العام بالعلاقات، يعني بالآخر أنه هو جزء من العمل السياسي على فترة طويلة، وبالتالي يعني هو يعني هذا الاحتمال. يعني هلا اذا انتفى هذا الاحتمال طبعا بده يكون في بدائل، لكن رح تروحوا يعني صوب اسم من هون تاني. عفوا، رح تروحوا صوب اسم تاني؟ في بالتداول طبعا في اسماء موجوده، لكن طبعا يعني بدل انه تفضيل الفريق الفرقاء الى اذا امكن اقناع الرئيس سعد الحريري. نعم. ما رح يكون يعني تسميه رئيس الحريري هو الشرط الاساسي بالنسبه لكم، منفتحين لغير خيارات؟ إذا ما في مجال، وطبعا بالآخر في حكومة لازم تكون موجودة، وخاصة أنه إذا بيطول الوقت مش لصالح يعني وضعية البلد، لأنه الظروف كلنا اللي عم نشوفها على كل الصعد يعني عم يعني دقيقة جدا.